مستعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على سيدي ولدي عدنان، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه في كل حال وآن، وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدد، والآن مع رمضان شهر القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. القرآن شفاء ونور وهدى ورحمة، أنزل في شهر رمضان في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال عنها ربنا في قلب صفحات القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك، حالة من التشويق يشوقنا بها ربنا تبارك وتعالى لليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. قال علماء اللغة أن القدر بمعنى الضيق، وقال أن الملائكة من كثرة نزولها إلى الأرض تضيق بهم الأرض في هذه الليلة، فسميت بليلة القدر. في رمضان يكون القرآن خير دليس وخير أنيس، وعلى الإنسان أن يطالع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا وفهما وقراءة، لا سيما في الشهر الذي أنزل فيه. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. لكنني أود أن أقول لنفسي وللسادة المشاهدين: علموا أولادكم القرآن، والقرآن يعلمهم كل شيء، لا سيما أن القرآن فيه نور وشفاء وهدى ورحمة، والقرآن يرفع صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. القرآن يأخذ صاحبه إلى أعلى عليين، فيحصل على درجة عالية، وربما يستمع إلى القرآن في الجنة بصوت النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا عاش بالقرآن وفي القرآن. إذن أعطي القرآن كلك يعطيك القرآن بعضه، بالقياس على أعطي العلم كلك يعطيك العلم بعضه. لما؟ لأن الخيرية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت للعلم وكانت للقرآن، وخير العلم هو القرآن. وإذا كان ذكر الله يحيي القلوب كما جاء في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقرآن أفضل الذكر. فمن أراد أن يكلم الله فليدخل إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. إذن علينا أن نستشفع بالقرآن في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها العالم، ونقرأ من آيات ربنا تبارك وتعالى ما يأخذنا إلى الهدوء والسكينة والوقار والسعادة والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وعن هؤلاء الذاكرين الشاكرين المستغفرين الذين يذكرون الله لا سيما بكلامه وآياته، قال ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذا كان الناس في خوف أو في جزع أو قلق مما يحدث حولنا، فعليهم أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى كلام الله، وأن يقرأوا
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال جل وعلا: حتى إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن علينا أن نتضرع إلى الله وأن ندعو الله تبارك وتعالى أناء الليل وأطراف النهار أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصرف عنا الوباء، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وبلادنا من البلاء، وأن يحفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القرآن، لا تنسوا القرآن في وقت السحور وفي وقت الإفطار وفي كل وقت من أوقات الصيام، لأن الحرف بعشر حسنات. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأذكر: من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجهه ابتسامة. أقول لحضراتكم في أمان الله، مع السلامة.